مساءً بكم مشاهدينا الكرام، من جديد نسافر معكم إلى فرع القناة في مصر، حيث عرض يوم الأحد الماضي أولى حلقات برنامج سيناريست على الهواء، ووجدت تفاعلا كبيرا من المشاهدين والمتابعين. سيناريست على الهواء برنامج ممتع بفكرة جديدة. خلونا نشوف سويا مقطع من الحلقة الأولى، نرجع لكم. ادخل ايه؟ اخرج. اخرج مين؟ ايه ده؟ ده المعلم صاحب القهوة. اللي هو اسمه ايه يعني؟ ده بلدياتنا فتح الباب. فتح الباب؟ تصدق بحسبه هو الباب. باب ايه؟ طب سيبني خبط بقى وانت داخل. بص من العين السحرية. شوفوا القهوة. على مهلك. تصدق هو؟ وحتى ايه العمل؟ سيبني بقى انا اتعامل معاه. يس اوف كورس. إيه؟ انت بتتريق علينا؟ ايه ده؟ انت بتقول نكت علينا؟ انا بقولش عليك انت. يعني فكرك ما نعرفش نقول نكت احنا كمان؟ تعرف؟ نعرف نقول نكت يا اخو. تفطول نكت عليكم؟ ايه بس دمها خفيه. قول نكت دمها خفيه. ما انا كنت بقولها دمها ايه؟ ما يعني ما نعرفش كان دمها لا خفيه. لا ده الباشمهندس حسابك معايا بعدين. معلش. حسابك معايا بعدين يا حل. ايه ده؟ ايه الحذاء الحلو ده؟ الحذاء. انت لابس حذاء. رايب الحزاء. ما شاء الله ده ماشي مع المريالة. من بتاع الفراولة؟ ايوه الفراولة بتاع الفراولة. انت حلو. جو يقول لك ايه؟ يقول لي انا بالذات. يقول لك يعني ما هي جت فيك بقى. اتفضل. هو بيقول بس هي جت فيك. اتفضل. يقول لك اتفضل. يقول لك واحد بلدياتنا رجع من برا جايب نجفتين لمرته. ايوه دخلت عليه وحط نجفتين في ودانه. قالت له حالك تقيل على ودانه. حلوه دي عسل. واحد بلدياتنا ماشي على كوبري اكتوبر وقف كده وبص لنيل قال يا ابوي كل دي بلكونه. هو ده المعلم شربات. اضحك المعلم. تعالى قبل ما اجي الكراسي ما كانتش كده. امال كانت كده. وبعدين اول ما دخلت بقت عامله كده. تلميذه. انا تلميذه. حسابك معايا بعدين. انا اسف يا معلم. وربنا حسابك معايا بعدين. انا اسف يا معلم. هو ده بلديات اول قفله. شكرا. مبروك اول قفله. استريح حضرتك. مبروك اول قفله يا استاذ. مبروك اول قفله. اتفضل. حلو الكلام. اهلا وسهلا معنا على الهاتف نائب اداره نائب مدير القناه العامه. نعم. استاذ اسمه كذا اداره المدير اداره القناه العامه. ها اي نائب المدير لاداره القناه العامه. ما في مشكله. نائب مدير اسمه طويل يا محمد. الاستاذ محمد عبد الرحمن. طبعا الحديث عن انطلاقه برنامج سيناريست على الهواء وما ادري ايش السالفه يا جماعه. يعني الاتصالات كلهم اليوم اصدقائي يعني ماني عارف كيف اسولف معاهم. صديقي محمد كيف حالك؟ اهلا وسهلا. مساك الله بالخير. شفت حتى عبد الوهاب من قد رياض. اهلا بكم جميعا. يا هلا حبيبي والله. من قوه ما انت صديقي يعني حتى يعني اسمك لخبطت فيه المسمى اللي قبل اسمك. يعني انا ما اعرف الا محمد عبد الرحمن كذا على طول. يقولون انت توك جاي من مصر. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ويعافيك. وليش كنت هناك؟ هذا سؤال كذا ما دام صديقك اوريك السؤال العفوي. ليش كنت هناك؟ تمشي. الاحد الماضي مثل ما يخفى عليكم كان عندنا انطلاقه لبرنامج سيناريست على الهواء. نعم. وهو احد البرامج في قناه المجد العامه وكنا هناك لمتابعه انطلاقه وتفاصيلها. جميل. يا سلام. طب استاذ محمد اشرح لنا الفكره. معلش ترى يعني اخوك الصغير الى الان ترى ما يمكن انا مشغول بالحلفاء. انا مقصر اللي ما تابعت الامانه. توي قبل شويه رياض يحدثني كذا قلت يعني ايش انا ودي اعرف بالضبط ايش اللط. قال لي لا هم يعطونهم السيناريست المشاهدين وكذا. فممكن تشرح لنا الفكره؟ العفو. اولا انت والاستاذ رياض اساتذتنا لستم اخواننا الصغار. الله يسلم. تواضع منكم. خذ راحتك. اثني اكثر كمان. البرنامج سيناريست على الهواء هو برنامج درامي كوميدي يعني هو يجمع ثلاث ممثلين زائد مقدم كبير جدا هو الاستاذ محمود صابر وثلاث ممثلين من الطراز الرفيع اللي يجدون ارتجال على الهواء لان البرنامج كله ارتجالي فهو يستقبل اتصالات الجمهور يقترحون مشاهد كوميديه بعد ما يطلعون على المشهد اللي شافوه على الهواء. والحقيقه الحلقه الماضيه لقيت تفاعل جميل وكبير جدا سواء من الاتصالات او المشاهد اللي على تويتر
وكان تفاعلها حتى في تمثيل يعني انا كنت موجود في الكنترول اثناءها وكنت مستمتع جدا بالتمثيل التجاري الذي يحصل حينها. هي فكره جديده ما كان لها يعني سابقه على قناه المجلس. يا سلام. طيب استاذ محمد، بما اننا قالب البرنامج درامي كوميدي، او اقدر اقول نقدر نصنفه من الترفيه والمنوعات، ليش على قناه المجد العامه؟ ليه مو على ماسة؟ صحيح، قناه المجد العامه انا اتوقع ان هذا من التطوير في الشاشه ان تكون دائما متنوعه وشامله لكل جديد. عندنا الموسم هذا كذلك انطلق برنامج سنابل، مسابقات ترفيهيه تعرض كذلك على المجد العامه. اتوقع ان الجمهور بحاجه الى جرعات كوميديه وترفيهيه ودراميه تنوع الوجبات الدسمه اللي موجوده يعني. والبرنامج ايضا يرفع حس الكتابه والتاليف عند المشاهدين. نعم، ويعني ما شاء الله بعد مشاهده برامج عده بصراحه في شبكه المجد، منها الدراما ومنها ايضا برامج التمثيل والتحديات ودراما على الهواء واشياء كثيره، صار في حس عالي عند المشاهد الان في تاليف المشهد وفكر القفله والنهايه والتشويقه. صحيح. والاشياء الاخرى هذه. والمجد العامه تحتاج هذا التنوع صراحه. يعطيك العافيه يا استاذ محمد، شكرا لك. بارك الله فيك أستاذ محمد العبد الرحمن، نائب مدير إدارة قناة المجد العامة، كان معنا على